استاذ حميده من مطروح اتفضل. السلام عليكم استاذ سامح. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سامح انا عامل قرض البتلو من 2017. قرض البتلو ماله؟ من عامل القرض بتاع البتلو من 2017. فمن 2017 مقدم عليه. مقدم عليه وخدت موافقه البنك والاداره الزراعيه والطب البيطري. ايوه. ولغايه دلوقتي مفيش اي حاجه خالص. عمل المعاينه اداره الانتاج الحيواني وبعتوها البنك يا فندم. عمل الحقيقه المعاينه بتاع الاداره البيطريه والطب البيطري والاداره الزراعيه والطب البيطري والبنك وختموا لي وطلع مكتوب معايا. اسمك حميده ايه؟ اسمك حميده ايه؟ حميده ناصر حسن. ماهر حسن. حاضر، بشكر حضرتك استاذ احمد. لو سمحت هنكلم الدكتور طارق سليمان وهنديله اسمه. هو مقدم من 2017 وخلاص كل الاجراءات تم استيفائها، فايه السبب ان هو ما صرفش لغايه دلوقتي؟ وخصوصا ان احنا عايزين كل الناس يعني تحس بالمردود.